بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. يقول هذا السائل الشيخ في الآية الكريمة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء ذكر آية أن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد والفحشاء، نريد من الشيخ صالح أن يذكر لنا معنى هذه الآية ويعلق على خطورة القول على الله فيما لا يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم، الله جل وعلا نهانا عن طاعة الشيطان وعن اتباع خطواته مع بني آدم التي يجرهم فيها إلى هلاكهم وإلى ضياعهم، أنه عدوهم يريد لهم الهلاك. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهو قال: تعهد لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله حذرنا من هذا العدو وبين لنا مكائده ونهانا عن اتباعه وقبول ما يقول أو يوسوس به. وأما قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فنعم هذا لا شك أنه خطر عظيم، أن الإنسان يتكلم في الشريعة في الحلال والحرام وفي أمور الدين بغير علم. قال سبحانه وتعالى: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلا يجوز للإنسان أن يحلل وأن يحرم وأن يتكلم في أمور الدين والعبادات والعقيدة بغير علم، هذا من أعظم الجرائم، بل هو فوق الشرك. أن الله قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت تقول: الشيخ، هل المرأة ترى صلاة المرأة إذا مرت أمامها وهي تصلي؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء، يعني لا يبطلها شيء، أما أنه ينقص الثواب ويؤثم فهذا نعم، فإذا مكن المصلي من يمر بين يديه ولم يمنعه يأثم، والمار أيضا يأثم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولا يجوز للمصلي أن يسمح للمار، بل يكون أمام السترة تمنع المرور أمامه، إذا مر من وراء السترة لا مانع من ذلك. أما أنها تبطل الصلاة فالصحيح أنها لا تبطل بذلك، إنما هذا ينقص ثوابها ويؤثم المار والذي يسمح له بالمرور. نعم. الأخت أيضا تسأل عن طه، هل هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طه من الحروف المقطعة في أوائل السور: طه، ياسين، ألف لام ميم، ألف لام راء، صاد، قاف، هذه حروف مقطعة في أوائل السور. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن استخدام العطور التي تحوي على كحول، وجزاكم الله خيرا. إذا ثبت أن العطور فيها كحول، مادة كحول، والكحول مراد بها الخمر، لا تجوز ولا يجوز استعمالها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام. إذا ثبت هذا، أما مجرد الشائعات التفتوا إليها، والأصل الإباحة والحمد لله. نعم. الأخ السائل الذي أرسل بسؤال بالفاكس يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان، كثير من الناس عندما تنهاه عن أمر ما يحتج بالخلاف وأن الشيخ الفلاني قال بالجواز، والحقيقة بأنه لو أخذنا بكل خلاف لما سلمت لنا كثير من أمور ديننا ودنيانا. والسؤال: هل يحتج بالخلاف وكيف نتعامل مع خلاف العلماء؟ هذه كلمة انتشرت الآن من ألسنة أهل الأهوى، وإلا
وإلا فالذي يخاف الله ويتقيه لا يقول هذا الكلام، يقول عليك باتباع ما عليه الدليل من أقوال العلماء. الله لم يتعبدنا بأقوال العلماء، إنما تعبدنا بالدليل من الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الذي يتبع أقوال العلماء وخلافاتهم ويأخذ ما يصلح له ويترك ما لا يصلح له، فهذا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: هناك امرأة تدعو بهذا الدعاء يا شيخ، تقول في دعائها: اللهم أمني وأنا في صحة وعافية، ولا تجعلني تحت رحمة أحد سواك، فما حكم هذا الدعاء؟ تسأل الله أن يعافيها وأن لا يحوجها إلى غيرها وأن يلطف بها، أحسن من أن تدعو على نفسها بالموت وأنه لا يجري عليها مرض ولا يجري عليها شيء، لكن تقول: اللهم أغنني عن خلقك وأغنني بفضلك عمن سواك. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: بحلفت والدتي 4 أيمان بين كل واحدة فترة، فكم الكفارة عنهن بالمال؟ أي ما مقدار المال الذي يدفع؟ أولا، إذا كانت هذه الأيمان مقصودة ينويها الحالف على أمر المستقبل، على أمر المستقبل ممكن ينويه، فتنعقد اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مدار على عقد اليمين هل هو مقصود أو لا. أما ما يجري على اللسان من غير قصد فهذا لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين إذا كانت على أمر ماض فإنها ليس فيها كفارة، لكن إن كان كاذبا فهي اليمين الغموس، عليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. أما إذا حلف على غالب ظنه تبين خلافه فليس عليه إثم، تكون هذه من لغو اليمين أيضا. وأما اليمين المكفرة المنعقدة وهي اليمين التي تكون على أمر مستقبل لا على أمر ماض، فهذه فيها تفصيل. إذا كانت الأيمان على شيء واحد، إذا كانت الأيمان على شيء واحد وكفارتها واحدة كاليمين بالله عز وجل، هذه تكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت اليمين على أشياء متعددة وكل يمين لها كفارة. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: ما رأيكم يا شيخ في المتاجرة في بيع الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والبنات الصغيرات مأجورين، وبماذا توجهونني مأجورين؟ لا يجوز بيع الملابس غير المحتشمة، لا للكبار ولا للصغار. ملابس القصيرة والملابس الضيقة والملابس الكاشفة هذه لا يجوز بيعها ولا استيرادها ولا ترويجها بين المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا الأخ السائل أبو إبراهيم: ما الصفة الصحيحة يا شيخ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت؟ وهل غسل الميت والمرأة سواء، الرجل والمرأة؟ الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، إلا الزوجان فيما بينهما يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما كيفية التغسيل فإنه يبدأ بتنجيته محل السبيلين بأن ينظف ويغسل محل المخرج من القبل والدور، يغسل بالماء ويطهر وينظف، ويكون ذلك من وراء حائل، يدخل يده من وراء حائل ويصب الماء ويغسل الفرجين، ويكون على يده أيضا حائل من كيس أو ما أشبه ذلك، هذا لابد منه. فإذا فرغ من المخرجين ونقاهما ونجى الميت فإنه حينئذ يوضيه، يبدأ بأعضاء الوضوء، يبدأ بأعضاء الوضوء. إذا أتى على أعضاء الوضوء فإنه يفيض الماء على بقية جسمه التغسيل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ الذي أرسل بفاكس بمجموعة من الأسئلة يقول: ما حكم قولنا أقسم بآيات المصحف؟ لا بأس بذلك، لأن آيات المصحف هي كلام الله، كلامه صفة من صفاته، واليمين تكون بالله أو بصفة أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. نعم. يقول عبارة الشيخ: ولك مني خالص تحياتي، هل فيها شيء؟ ليس فيها شيء. نعم. يقول: بالنسبة للراتب، هل للراتب زكاة أم لا؟ وإن كان الجواب نعم، كيف الطريقة؟ مأجورين. إذا توفر عندك ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بلا شك. أما إذا استهلكته قبل أن يحول عليه الحول ولم يبقى منه شيء فليس عليك زكاة. لكن إذا كان عندك يتوفر من كل راتب ويشق عليك اعتبار كل راتب على حدة، فإنك تجعل موعدا من السنة تخرج فيه زكاة المجتمع لديك، ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، وتكون بذلك قد أخرجت الزكاة وأبرأت ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة يقول: هل يجوز أن نقرأ القرآن كاملا ليلة الجمعة على أن نهدي ثواب ذلك للميت؟ هذا شيء لم يرد، وقراءة القرآن للميت أو لغيره لم يرد بها دليل، إنما
الذي ورد إهداؤه للغير الدعاء الاستغفار، استغفر لذنبك وللمؤمنين، اغفر لي ولوالدي، كذلك الصدقة تنفع إذا نويتها للغير، كذلك الحج والعمرة عن الغير، كل هذا وردت به الأدلة تدخله النيابة، أما ما عدا ذلك فلم يرد دليل به، ومنه تلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب وتحفظ قصار السور وتكثر من قراءة سورة الإخلاص، وتقول هل يشملني أجر ختم القرآن؟ ختم القرآن لا، لكن لها أجر ما قرأت، لها أجر ما قرأت، وسورة الإخلاص في الأجر تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقرأ ما تحفظ وما تعرف، ولها أجر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: الشيخ، من جمع زوجته وهو صائم صيام تطوع كالخميس والاثنين، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، إنما هذا في صوم رمضان، من جامع في صوم رمضان في نهار رمضان فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، هذا عن الجماع في نهار رمضان للصائم. نعم. يا شيخ، يقول: التوكل صفة مطلوبة في كل مسلم، فما الطرق الموصلة إلى هذه الصفة؟ فوض أمورك إلى الله، فوض أمورك إلى الله، وتعتمد على الله، لا تعتمد على غيره وعلى الأسباب فقط، اعمل الأسباب النافعة وتوكل على الله في حصول المطلوب. نعم. يسأل عن السواك والإمام يخطب يوم الجمعة. لا، لا يتحرك لا بسواك ولا بغيره يوم الجمعة، والإمام يخطب اللي ينصت. نعم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بحكم كثرة السرحان بالنسبة للإمام والمأموم في الصلاة. هذا شيء ليس باستطاعة الإنسان، لكن إذا كثر هذا فإنه يذهب الأجر، لا يحصل للإنسان من أجر الصلاة إلا ما عقل منها وحضر قلبه، عليه أن يحاول إحضار قلبه وأن يترك الهواجس ويترك يستعيذ بالله من الشيطان في بداية الصلاة، بعد الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة، استعيذ بالله من الشيطان، لا يوسوس له، يعمل الأسباب التي تطرد عنه الشيطان وتحضر قلبه. نعم. تدبر القرآن إن يقرأه أو يسمعه. نعم. أحد أصحاب المكاتب العقارية يقول: كيف تزكى المساهمات العقارية؟ نعم، المساهمات العقارية يثمن العقار ما يساوي على رأس السنة، وتخرج الزكاة، كل على نصيبه، كل يزكي نصيبه من هذا العقار. نعم. فضيلة الشيخ، من هذا السائل يقول: قرأت بأن ابن صياد هو الدجال، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، محتمل. نعم. يسأل عن سنة الوضوء يا شيخ، هل تصلى وقت النهي؟ نعم، على الصحيح لا بأس، لأنها من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب ليس لها وقت، بل هي عند حصول السبب. نعم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: ما حكم الإنابة في الإمامة والأذان وما يحدث، من أن الإمام يوكل شخص يصلي عنه بجماعة المسجد ويعطيه مبلغ مقطوع لمدة شهر؟ إذا كان هذا من باب الكسل والإهمال، عدم المبالاة بالمسؤولية، فلا يجوز، يترك المسجد لغيره ولا يدخل في ذمته شيئا لا يقوم به. عمل الإمامة والأذان مهمة وأمانة، فلا يفرط فيها، إما أن يقوم بها على الوجه المطلوب، وإما أن يتركها لغيره، لكن لو عرض له عارض يستدعي تغيبه فلا مانع أنه يوكل من يثق به بالإمامة وبالأذان، أمور العارضة لا بأس، أما أن يكون هذا من باب الكسل ويأخذ الراتب ويعطي بعضه للنائب وبعضه يأكل، هذا لا يجوز، هذا استثمار باطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما هي مواصفات لمن يقوم بالأمر بالمعروف، وهل هي خاصة بأناس معينين؟ نعم، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر واجب على الأمة، لكن إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة، ويسقط الوجوب لأنه فرض كفاية. نعم. هذا الأخ سوداني مقيم بالرياض، له مجموعة من الأسئلة، يسأل عن صلاة الرغائب، يقول: قرأتها في أحد الكتب، هل ورد فيها شيء؟ ورد فيها شيء غير صحيح، صلاة الرغائب بدعة لأنه لم يثبت بها دليل. نعم. وبالنسبة لصيام شهر شعبان كذلك، تخصيص شهر شعبان بعبادة هذا بدعة، لا يجوز، لأنه لم يثبت شهر شعبان فضيلة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أجرى عملية جراحية ولا يستطيع القيام من السرير، وفي ثوبه نجاسة، كيف يتطهر، وهل يتوضأ بالماء، مع العلم بأنه يجد صعوبة في إزالة النجاسة؟ نعم، إزالة النجاسة من الثوب ومن البقعة ومن البدن واجب، وأما التطهر رفع الحدث بالوضوء أو بالاغتسال من الحدث الأكبر فهذا أيضا واجب، فإذا قدر على إزالة النجاسة وجب عليه ذلك، إذا كان لا يقدر فإنه يعفى عنه، صلي ولو عليه نجاسة، تقول الله ما استطعتم. نعم. هذا السائل
السائل محمد من الرياض يقول: شيخ صالح، هل يجوز وسم البهيمة مثل الإبل في وجهها؟ نرجو توجيه نصيحة لمن يفعل ذلك، مأجورين. الوسم جائز ولكن لا يكون في الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم الوجه، عن ضرب عد الضرب على الوجه لمنهي عنه. هذا الأخ السائل بالنسبة للجمعة يا شيخ يقول: هل هناك سنة قبلية أو بعدية؟ سنة الجمعة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، كل ركعتين بسلام، وأما قبلها فليس لها راتبة، وإنما يصلي ما تيسر له من النفل المطلق. يسأل يا شيخ عن أفضل الذكر المشروع بعد الأذان، وأيضا يقول: هل بعد الإقامة دعاء؟ أفضل الذكر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سامع المؤذن يتابعه ويقول مثل ما يقول، فإذا فرغ فإنه يقول: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نعم. يسأل يا شيخ هذا كذلك إذا قاله بعد الإقامة فلا بأس، لأن الإقامة أذان. نعم. يسأل عن أيسر التفاسير الذي يقرأ به المسلم والذين تنصحون بقراءته. أيسر التفاسير ما كان أخصر، مثل تفسير ابن كثير، مثل تفسير البغوي، مثل تفسير ابن سعدي، هذه مختصرات مفيدة وسهلة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم العزل في جماع الزوجة، وما رأيكم بتحديد النسل؟ تحديد النسل لا يجوز تحديد النسل، بل النسل مطلوب كثرته ولا يجوز تحديد. وأما بقية السؤال، العزل في جماع الزوجة، وأما العزل إذا احتاج إليه فلا بأس، لكن مع إذن الزوج الآخر، لازم يستأذن لأن هذا من حق الزوجين. نعم. أخيرا يسأل هذا السائل يا شيخ يقول: هل مصليات الأسواق تأخذ أحكام المساجد؟ لا تأخذ أحكام المساجد، وليست أوقافا، وإنما هي مصليات فقط مؤقتة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله يقول: يا شيخ، إذا حصل على الإنسان غرر في شراء بيت الله وأراد أن يرجع، هل له ذلك؟ وما صفة بيع الغرر مأجوري؟ نعم، الغرر إذا ثبت الغرر فيثبت الخيار، وهذا يراجع فيه القاضي، يراجع فيه المحكمة، يقيم دعوة على البائع ويدعي الغرر، والقاضي يستدعي البائع وينظر في القضية. نعم. الأخ ميم نون عين من مكة المكرمة يقول: هل يسلي المصلي أن يقول قبل البدء في الصلاة: أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ هذا يكون بعد تكبيرة الإحرام، هذا يكون في الاستفتاح، هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول: لدي قريبة لأخوها لا يسلم عليها لدرجة أنه قاطعها منذ 7 سنوات، مع العلم بأنها هذه المرأة ملتزمة وقائمة بحدود الله. لا حرام، قطيعة الرحم من الكبائر، لا يجوز قطيعة الرحم، على القريب أن يواصل قريبه وأن يصل رحمه، لأن له حقا يأتي بعد حق الوالدين. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، حق الأقارب يأتي بعد حق، هو الحق الثالث بعد حق الوالدين، فلا يقاطع قريبه، أخاه أو أخته أو قريبه، لا يجوز له مقاطعته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يا شيخ صالح يقول: ما حكم من يجعل لنفسه سجلا يسجل فيه الأخطاء والزلات والتقصير والحوادث والقصص التي مر عليها في سنته الماضية، وفي آخر السنة يحاسب نفسه؟ لا أصل لهذا، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يسألكم ويستشيركم الشيخ صالح حفظكم الله في كتاب المصباح المنير. المصباح المنير المعروف هو في اللغة العربية. نعم. هذا في اللغة العربية في المفردات اللغوية، وأيضا هنا المصباح المنير اختصار ابن كثير. نعم. هذا لم أقرأ فيه ولا أدري، لكن ابن كثير ما يحتاج إلى اختصار، مختصر واضح. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخيرا: هل لطالب العلم أن يعتمد على الأشرطة المسموعة والمشاهدة في طلبه العلم، وليس لديه وقت للذهاب إلى العلماء في أماكنهم ومحاضراتهم؟ لا يكفي هذا، ولا يحصل طلب العلم بهذه الطريقة، لا من الكتب ولا من الأشرطة، إنما يستفيد منها استفادة، أما أنها تغني عن طلب العلم وعن المشايخ فهذا غلط، هذا يحصل به ضرر كبير. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم.